محمد البكري فنان فلسطيني احنا نفتخر فيه، ولو كان محمد بيعيش في ظروف ثانيه كان ممكن يكون نجم اكثر كثير من ما هو. بالنسبه لشعبه وبالنسبه لقضيته هو فنان ونجم بكل المقاييس. لربما في المسرح الفلسطيني بوجود طبعا محمد بكري وكثير من الزملاء بيعطوا نكهه للمسرح اكثر من مجرد فرجه ودراما. مسرحيه ثانيه كان لها تاثير كبير علي في شغلي مع محمد بكري، مسرحيه المهاجر. عمل فيها دور محمد بكري، دور واحد من الازواج الثلاثه. احكي! وانا حبيته كثير في هذا الدور. شو اللي لازم اقوله وما قلتوش؟ بايش احلف لك بس؟ بالعشر اللي بيناتنا، بالحب اللي كان مدفي بيتنا. احلف لك باغلى اشي عندي، باولادي الثلاثة، باولادي الثلاثة. انا عمري ما شفت الزلمة هذا، وإذا بدكش تساعدك انت حر. أجمل ما عملنا مع محمد بكري هي مسرحية رمزي أبو المجد الذي عمل فيها مخرجاً، وكان أول عمل مسرحي يمكن بيخرجه محمد بكري. محمد معروف كنجم في المناطق الفلسطينية وفي العالم العربي أيضاً وفي إسرائيل أيضاً. محمد معروف لدى جمهور المسرح والسينما الإسرائيلية. الناس اللي بيحسوا ما تبقى لنا سحبت إيدها مني بتقولي أنا مخسية. وأنا وجدت إنه المتشائل موسم الهجرة إلى الشمال، الياطر حنا ميناء، أبو مرمر، المسرحية حول الأسرى الفلسطينيين، كل هدول هم رسائل أنا كتاب بفتحه قدام الآخر وبقول له شوف شو عم بتسوي أنت. وهي شباك أنا بفتحه للإسرائيلي عشان يشوف من خلاله إنه إحنا شعب عندنا حضارتنا وعندنا كتابنا الرائعين وما عندناش احتكار للأدب وللفن كمان. كان يا ما كان يا مستمعين الكلام ما بيطيب الحديث. محمد البكري اولا راو فذ، عندما نقل هذه الرواية المعقدة الجميلة البسيطة السهلة الممتنعة اللي هي المتشائل لأديبنا المرحوم إميل حبيبي، لو الواحد حضر العمل 20 مرة لن يحس بأي ملل. المتشائل نمرة هويتي 2-2-2-2-2-2-2-2-2. بس لما أبوي شاف إنه تشيرشل مش ناوي يطول بالبلاد صاحب الخواجة يعقوب صفصاشي، وقبل ما يموت قال لي انجار عليك الزمان يا سعيد، ما لك غير صفصاشك بدبرك ودبرني. صوت العرب من القاهرة يقدم راجعون راجعون في السهول والبطاح راجعون راجعون راجعون. كنت قاطر على العمل، كنت مخلص فيلم حنكه وبعديه فيلم من وراء القضبان. الارض المحتلة يا منزل. في يوم من الايام اتصل في مازن بطاس الله يرحمه وانا قاعد هيك يعني شقان عليه وعلي انه في الشغل، قلت له تعال نعمل متشائل يا مان. بقول لك ولا يهمك يعني ولا يهمك زلمتنا الكبير. اتصلنا في ايميل حبيبي، قابلنا عند مكتب الاتحاد وسالني الله يرحمه شو بدك تسويها؟ قلت له بعرفش. ضحك وقال طيب فكرني مش جدي يعني. شو اسمك يا زيد الشيخ؟ ها؟ احنا منسميش بعضنا بالاسامي، بس اذا بتحب سميني المهدي المخلص. خلصني يا سيد الشيخ. خلص حالك بحالك. دب لما بديت عملك كان عمري 32 سنة، لسه عمري 54 سنة. وبطلتك مكياج، الأول أحط مكياج أبيض شعري وأحط حزوز وجهي، اليوم ما شاء الله فيه كفاية.
سافرت فيها لفيت فيها الدنيا في جوا عندنا في 48 عرضت فوق 700 مرة وما ملش منها لأنه حاسس إنه هاي مش مسرحية هذه شهادة للتاريخ تدين الصهيونية وتدين إسرائيل وتدين العرب أيضا 50 سنة 50 سنة مش قادر أتنفس زي اللي عم بغرق زي اللي عم بحلم إنه عم بركض ومش قادر يركض كابوس مقرطله ويا ما كنت أصرخ على الناس اللي حواليه ويقولكوا يا ناس يا عالم أنا واحد منكم زيكوا عربي زيكوا ويقولكوا عينوني ساعدوني وما كان يطلع من تحت هالشوارد غير نونوة بسه المسرح ودولة مؤسسة كاملة بيبدا من روضات الأطفال وبينبني في الاختيار اللي عمره 80 سنة أبو العبد هذا المسرح مسرح مفروض يكون من أساسيات كل مجتمع صالح مش من أساسياتنا نفس الشيء زي ما بالسينما يعني مش من أساسيات حياتنا نظرتنا لنظرة المجتمع العربي يعني بشكل عام بحكي للمسرح وللسينما إنه هذا إشي للتسلية يعني بتطلعوا عليك كأنه أنت قرد سعدان نازل عن الشجرة يلا ضحكنا مرات كثير ناس بيمسكوني أحكي لنا نكتة شيء مذل شيء حزين ولحسن من حظ محمد بكري تناوله لشخصية المتشائم واللي هي إلى حد ما المفروض يعني بتجاوب على سؤال هذا التعارض والتداخل في هويتي وصداقته الشخصية أيضا مع إميل حبيبي واللي شفناها في فيلم من يوم ما رحت هذا كان أول عرض للمتشائل في 86 في البان محمد حزيب مودست مان yet if I have taught him anything I presume that I have taught him to feel proud of being an Arab and proud of being a Palestinian كان واحد من مناراتي إذا كنت سفينة ضائعة وكان أهم شيء يميز إميل نظري أنا الصدق والمسؤولية إميل حبيبي حبيبي أنا محمد بكري ما نعرفوش شخصياً نعرفه أصلاً من أعماله من اللي هو صغير مع جوزتا كفراز مع حيفا في لما عودت شاهدت أفلام رشيد وأنا نحضر في الشغلة معاه فهمت؟ عودت شفته محمد بكري محمد بكري ممثل عجبني برشا فرحت وقت اللي قال لي راه محمد قبل إنه يعمل أبو ليلى أنا فرحت وخاصة شفته في فيلم سافيريو كوستانسو اللي هو كان فيلم مستقل إيطالي هو عرين كان خليتو لي شيء اللي بيميز محمد بكري الفنان والإنسان هو الشبه العالي بين الفن اللي بيعمله وبين شخصيته وأكمل ولا إشي. تيك وان. الباب مجرد تماما الباب. يلا. أسجل قاضي ولا سايق تاكسي؟ تعلم اللغة العبرية هو جزء من نضالي. خاطب الآخر بلغته. أنا أخاطب الإسرائيليين باللغة العبرية وأنا أتكلم اللغة العبرية أفضل من كثير من الإسرائيليين. نعسي لنو يلد؟ يلد؟ ويلدع. تمكني من اللغة العبرية أعطاني كثير قوة. أوقف على إجري التنتين وأطلع فيهن في عينيهن وأقول لهن أنتو مش مزبوطين.
وعن طريق الحوار، لأنه لا أؤمن بمقولة ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة. هذا الشعار وصلنا للي احنا فيه اليوم، وأنا عندي إيمان أنه هذا النوع من النضال لا يلغي النضال الآخر. يعني أنا بقولش للشعب الفلسطيني كلكم ناضلوا بالمسرح، حق الشعب الفلسطيني أنه يناضل بالطريقة اللي بيشوفها مناسبة لإله، وحقي أنا كفلسطيني أناضل بالطريقة اللي أنا بلاقي بشوفها مناسبة لإلي. معروف الظروف اللي مر فيها الثقافة الفلسطينية والعربية في مناطق 48 بحكم وجود سلطة تناقض ولديها مشروع آخر مختلف يعني يقتضي مصادرة وتذويب هذه الهوية. لما إخواننا في 48 وبنحكي خلينا نحكي عن المثقفين والفنانين تحديدا يكونوا مقاطعين بشكل أو بآخر بشكل غير مبرمج من كل الأمة العربية باعتبار أن هذول إسرائيليين، وكان لا يسمح لهم كما لا يسمح لأي فلسطيني من الداخل الاختلاط بالعالم العربي، ومن ضمنه فلسطين، فلسطيننا يعني الضفة الغربية وقطاع غزة وإلى آخره. فكان بالتالي ما فيش مهرب أمام لا يدرسوا في مدارس إسرائيلية ويدرسوا في كليات ومسارح إسرائيلية ويشتغلوا في مسرح والسينما الإسرائيلية. تمثيله فعل اختيار، ولكن إخراجي مش اختيار، رد فعل ومش فعل. أخرجت 3 أفلام رد فعل ومش فعل. الأول 1948 عملت 50 سنة للنكبة، وكان مفروض إن عمل كتير شغلات عن النكبة مش بس خطابات رنانة. أعمال الوثائقية اللي عملها 48 ولا جنين جنين ولا من يوم ما رحت هي أعمال جيدة.